يا رمضان زان جوك زان، لك شوقي ملا قلوبنا أهلا وسهلا. موسم الغفران شهر الخير، غير والله غير رحمة. السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع صحيحه؟ كي غاديين مع سيدنا رمضان؟ الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. حبوباتي، اليوم جيت نشارك معكم واحد التحليه غزاله فيها بزاف ديال الفيتامين. تحليه ديال التمر والتفاح، كتجي اكثر من رائعه وزوينه بلا سكر. هذه ما يمكنش ندير فيها السكر وما يمكنش نقول لكم السكر على حسب الذوق. صوف الله غالب اللي كيبغي السكر، الوغ السكر كاين واحد البديل، ملي غنصايبوا التحليه ديالنا نقدروا نديروا فيها واحد شويه ديال العسل من الفوق على بركه الله. انا خديت عندي تفاحه صغار، خديت جوج تفاحات صغار اللي كاينين كبار، ديروا تفاحه كبيره، واحد العشرة ديال الحبات ديال التمر، حيدت لهم العصفه وغسلتهم مزيان، ونسيطرو ديال الحليب وجوج معالق ديال النشا، جوج تفاحات ولا تفاحه كبيره وعشرة الحبات ديال التمر مغسول ومحيد له العصفه، ونسيطرو ديال الحليب وجوج معالق ديال النشا. يلا على بركه الله، نقشر هاد التفاحات نحيد لهم، بسم الله نحط التمر هنايا، نقشر هاد التفيفيحات نحيد لهم الجلده، ونحط معاهم واحد نسيطرو ديال الحليب ونرجع معاكم. فوالا هنايا مني كما قلت لكم درت نسيطرو ديال الحليب، غادي نهرسهم مزيان وابخي غادي نصفيهم باش الا كان شي قشره ديال التمر ولا شي حاجه تحيد. فوالا هنا كملت صافي، غادي نصفيه هكا، عاد نزيد معاه جوج معالق ديال المايزينا. وفوالا البنات، هادشي اللي حيدت منه صافي، مابقا والو. غادي ندوز دابا غندير جوج معالق ديال النشا. بسم الله، جوج معالق هكا عاديين ماشي عامرين بزاف. صافي، وغادي نحرك ونحطها فوق الغاز. الا بغيتو ديروا معلقه صغيره ولا ساشيه صغيره ديال الفلون. بالنسبه للبنات للتحليه راه ماشي ضروري، انا ماشي ضروري الفلون، ضروري ضروري لا، كما تقدروا ديروا عاد كيزيد واحد الكو، كما تقدروا ما ديروش راه عادي. فوالا هنا البنات، ملي نحطوا التحليه ديالتنا فوق النار مع التحريك المستمر، تنحصلوا على القوام اللي مطلوب. وهنا ملي قرب راني قرب يعقد، غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الزبده. معلقه الزبده اشنو كدير التحليه؟ كتخليها بريون، كتخليها رطبه. فوالا فوالا هنايا التحليه ديالتنا ها هي وجدات، حصلت على القوام كما هو. هنا عندي شويه ديال التلوز مسلوق ومقلي، مسلوق محيد على القشره ومقلي، وعندي شويه ديال التلوز كغيي. هادو غير التزيين، وكيبقى التزيين دائما حسب الرغبه، حسب اللي موجود اللي متوفر عندكم. غادي نكب واحد شويه، بسم الله هكا. هنا غادي نلوح شويه الوسط هكذا، وغادي نزيد نعمر التحليه هكا. عرفتي اللوز والتمر والتفاح، يا سلام السحور غتشبعنا نهار كامل هكذا. صافي، وغادي نزيد نكب شويه تنكمل ونخليهم يبردوا عاد باش الزواق هذاك كيبقى هو الفوقاني. فوالا فوالا التحليه ديالتي بعد ما وجدات. انا كما قلت لكم غنزوقها بشويه ديال التلوز مقلي هكا، هرمشتو هرستو في هاد المهيريز هكا، والصحه والراحه. كتجي الصراحه تحليه غزاله، غادي تعجبكم للسحور هكذا. وهذا هو الشكل ديال التحليه ديالتنا، جات على هاد الشكل، سهله مهله خفيفه. كنتمنى لا فيديو ديالت اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والتحليه هي تعجبكم وتجربوها ان شاء الله تردوا عليا الخبر. تحليه جدا رائعه، هذا تعجبكم بزاف. شكرا لكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه، في انتظار تعاليقكم، وشكرا لكم على اللي خطيكم.